هنروح لكره السله سيدات. كابتن طارق خيري والفريق كان عندهم الجوله الختاميه في بطوله القاهره مع الزهور، والبطوله او المباراه اتلعبت امس او اول امس على ما اعتقد، اول امس على صاله الشهداء في النادي الاهلي بالجزيره، والنادي الاهلي فاز على الزهور بفرق كبير جدا 85-46. وبالمناسبه الفرق ده كان من البدايه للنهايه. انا كنت في النادي بالصدفه واتفرجت على لقطات من المباراه، والحقيقه شفت كمان حضور معالي الوزير طبعا العامري فاروق كان موجود في الملعب، جه اتفرج على فترات من المباراه، وكابتن خالد العودي مدير النشاط الرياضي كان موجود ايضا واتفرج على لقطات من المباراه، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين مجلس الاداره والنشاط الرياضي من هنا لهنا لهنا بيتابعوا كل شيء، وطبعا معالي الوزير عامر فاروق من اكثر يعني الشخصيات داخل مجلس اداره المتابعه جيدا للالعاب الاخرى، وده طبعا المحترفه يعني الامريكيه في صفوف الفريق. وخلينا اقول لكم ان كده طبعا، ويبقى كده فريقنا فاز في كل ماتشات المجموعه بعد الفوز على مدينه نصر والغابه ومصر التامين وزهور. فريقنا طبعا استعدت بشكل جيد، المحترفه واللعيبه المصابه رجعت، واللعيبه العقوده خلصت جددت، فالحمد لله الفرقه عايشه حاله كويسه. يبقى التوفيق، ودايما انا بقول التوفيق، لانه يعني الرياضه انت بتستعد وبتجتهد، تدعو من الله سبحانه وتعالى ان يكون التوفيق. ميرال اشرف طبعا النجمه الكبيره اللي انضمت لينا السنه دي، كل اللاعبات شاركوا بشكل جيد، وكابتن طارق خيري في المباراه دي عمل روتيشن كبير، عمل روتيشن بشكل جيد، كل شارك وكل يعني الحقيقه كان ليه دور في المكسب. خلاص احنا برضو دوري المرتبط قرب بالنسبه للفريق، اتصور ان بطوله القاهره هتقف، وبعد كده هيبتدي دوري المرتبط للسيدات. المنافسه السنه دي في السيدات غالبا احنا وسبورتنج، يبقى لكل الاحترام، ولا هنا تايم اوت، مش احنا وسبورتنج بس، هنا سموحه فرض كلمته. هقول لكم عن خبر عن سموحه، سموحه سيدات الحقيقه يعني مقدين بدايه كويسه، ادوا بدايه كويسه، وفي خبر عنهم هقول لكم ليه ادوا بدايه كويسه، اخبار عندنا في المحلي هنقولها، ولكن سموحه انا شايف انه هيبقى ليه دور كبير، يعني سموحه هيبقى في هذا الدوري فرقه مؤثره وهتنافس بقوه، لان طبعا مدير فني كابتن عماد محمود من احد يعني اساطير اللعبه دي في اسكندريه، ويعني عنده خبرات كبيره سواء مع رجال او سيدات، لا سموحه هيبقى ليها دور كبير، فاذا هتبقى الموضوع اهلي سبورتنج سموحه، وهنشوف ان شاء الله، نتمنى التوفيق يكون حليف الاحمر ان شاء الله. طيب